انتبهوا للصحبة، بس إذا سقط واحد منهم يريد أن يسقط كل إخوانه، إذا سقط كل شاب منهم يريد أن يسقط الشباب معه، كما قال عثمان رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودت الزانية لو زنت الفتيات كلهن، ود السارق المحدود لو سرق الشباب كلهم، يعني حتى يتساووا في الفسق. فلذلك هم يرغبون في إسقاطك. كيف الدليل على ذلك؟ وأين الدليل على ذلك؟ الدليل: ودوا لو تكفرون كما كفروا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نصوص متوالية في هذا الصدد. فاحذر الصحبة السيئة، انتقي الأصحاب. من تصاحب انتقيه، انتقي من تصاحب. صاحب الصالحين أين أجدهم يا رب؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، موجودون في المساجد. اذهب إلى الذي تخر جبهته لله ساجدة، هذا الشخص الذي تستأمنه في غالب الأحوال. الشاب الذي يخر ساجدا لله بلا شك أنه أولى من الذي يتأبط فتاة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ صاحب صحبة صالحة، يا فتاة يا طيبة يا ذات الفطرة السليمة، صادقي الفتيات الطيبات من أمثالك. لا تصادقي بنتا ترتدي البنطلون المجسم وتصادق الملاحدة وتسحبك إلى جهنم، والعياذ بالله. إن جهنم لها دعاة، إن جهنم لها دعاة، أبواب جهنم موجودون في كل مكان وكل زمان، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ومن خطوات الشيطان يستدرجك، يستدرجك من خطوة إلى خطوة إلى خطوة. ما أحيانا تضحك مع بنت زميلتك يومين ثلاثة تجد نفسك زنيت، والعياذ بالله. تنكدت عليك دنياك وآخرتك، تنكدت عليك دنياك وآخرتك. إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا الطويلة المنامية في البخاري، حديث سمرة بن جندب في آخر أبواب التأويل: والملكان قال له في الرؤيا: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا على نساء ورجال عارياء، رجال عراة ونساء عاريات في مثل التنور، يأتيهم لهب يحرق الفروج، فيسمع لهم صياح الفرج الذي استغل في الحرام يحترق، يسمع لهم صياح وضوضاء. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنا والزواني، والعياذ بالله. النار تأتيهم من أسفل، والجلود هذه تشهد عليهم يوم الدين. قال فريق من أهل التفسير في قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم علينا، قالوا الجلود جلود الفروج بالدرجة الأولى، أول جلد يشهد عليك جلد الفرج، والعياذ بالله. فتصاحب الفتاة وتضحك لها وتضحك لك، وبعدها تغريها أنك ستتزوجها، تفجر بها، هي توقعك في الفجور، كله وارد، والعياذ بالله من كيد النساء. أيضا تورطت في مصيبة حلت بك، الله أعلم ماذا سيحدث لك، الله أعلم ماذا سيحدث لك. الزنا مؤذن بالخراب، مؤذن بالدمار، انتبهوا. الزنا مؤذن بالخراب، مؤذن بالدمار. وأنت في ريعان الشباب، ولد حلية وابن أسرة طيبة وجميل، وأبوك غني يدي لك الفلوس، تاخذك تسرح بك البنت وتلهس عقلك، وإن وجدت شابا أغنى منك رمتك تحت رجليها. هذا شأن البنات الفاسقات، إلا ما الصالحات لهن شأن آخر. وضعت وضاعت دنياك، وضاعت آخرتك. واحد يضحك عليك ويأخذك، يجيب لك مخدرات، تبيع في المخدرات، تشتري في المخدرات، تحتسي المخدرات. بعد كده أصبحت مدمنا، قبض عليك مع المقبوض عليهم 15 سجن سنة سجنا. ضاعت دنياك وضاعت آخرتك. احرص على النافع، كن نافعا لأمتك، كن نافعا لأهل بيتك، كن نافعا لمجتمعك. ماذا استفاد منك الناس؟
ماذا استفاد منك الناس؟ ماذا استفاد منك الأبوان؟ ماذا استفادت منك أخواتك؟ ماذا استفادت منك أمك التي وصاك الله بها ووصاك الرسول بها؟